الحديث هو اللي اخترته ان احنا نبدأ به، يعني هو الحديث الذي اخرجه الامام احمد في مسنده. نعم. من حديث حذيفة ابن اسيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اذا مر بالنطفة 42 ليلة نعم. بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق لها سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يطوي الملك الصحيفة ويخرج بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أتوقف وأقول لأحبابي، هم طبعا أحبابنا هنا حاطين لنا الصورة، يعني ننتظر قليلا إن شاء الله حتى أطلبها حتى نوضح ما عليها إن شاء الله. أقول أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بيكلمنا في صدر هذا الحديث بالأرقام. نعم. إذا مر بالنطفة ما قالش حوالي، ولا قال لك 42 ليلة بعث الله إليها ملكا. أول حاجة عمل إيه يا شيخ جمال؟ فصورها. نعم. أول شيء فصورها. نحط بقى الصورة اللي هي بتقارن لنا قبل 42 ليلة وبعد 42 ليلة شكل هذه النطفة في أول صورة في السلسلة. شوف حضرتك دي الصورة بتاعة النطفة في أول يوم من عملية الإخصاب، اللي هي النطفة الأمشاج التي تحدث عنها القرآن. دي الصورة اللي هي مكتوب عليها 1 day اللي هي شمال أعلى الشاشة، جنبها على طول 7 days اللي هي اللي جنبها على طول، اللي هي بتتكلم على بعد ما حصل عملية الإخصاب وحدث انه هذه البويضة المخصبة حصل ان هي علقت في جدار الرحم. بعد كده بص 35 يوم اللي هي الصورة دي. هذه الصورة دي بعد مرور 5 أسابيع تجد ان الانسان في هذه المرحلة يشابه تماما، يعني جنين الانسان في هذه المرحلة يشابه تماما اجنة كثير من الحيوانات الثديية اعزكم الله، تشبه جنين الحصان وجنين الكلب والخنزير وغير ذلك أعزكم الله من هذه الأجنة. في هذه المرحلة لا تفريق تقريبا بين هذه الأجنة. نعم. إنما بص ابتداء من 42 يوم واضح جدا جدا حدوث التصوير، باين جدا جدا. خلق لها سمعها، شايف حضرتك مبادئ. نعم. الأذن، ومعايا السادة المشاهدين الأحباء، وبصرها، وباين جدا تجويف العين. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسجد كان يقول إيه؟ سجد وجهي لخالقه الذي خلقه وسواه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، وأكثر ما يقول هذا الدعاء في سجود التلاوة. طيب نجيب بقى الصور اللي هي المقارنة ما بين قبل 42 يوم على طول وبعد 42 يوم على طول. أول صورة في هذا الباب من الصور اللي مع حضراتكم عشان خاطر نشوف قد ايه الاعجاز في كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. دي صورة بين جدا برضو الجنين من 36 ل 38 يوم، ما فيش اي تفاصيل ولا في سمعها ولا بصرها ولا اي، وما فيش التصوير، لم يحدث التصوير بعد. هنا في هذه الصورة من 42 ل 44 يوم باين الصورتين اللي تحت دول، باين جدا أن التصوير حدث وأن الإنسان الآن واخد الشكل الإنساني. في صورة تانية كمان بتبين هذا الأمر، الصورة اللي مكتوب عليها الصورة بتاعت سنة 2001 بتاعت برادلي سميث اللي بتبين 41 يوم و 44 يوم، يعني قبل ال 42 يوم بليلة واحدة يا شيخ جمال ما كانش فيه الشكل الإنساني، ما كانش فيه التصوير، ما كانش فيه خلق السمع ولا البصر. من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التاريخ على وجه التحديد ال 42 يوم؟ وبعدين تجيب الكتب الحديثة والأبحاث الحديثة كلها في التسعينيات وبعد سنة 2000 كمان، تلاقيها كلها بتتكلم على أنه البدايات دي كلها 6 weeks، يعني 6 أسابيع. نعم. تضرب 6 في 7 تلاقيهم ال 42 يوم اللي تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة أحبابي اللي مكتوب فيها باللغة الإنجليزية، صورة على خلفية موف كده باللغة الإنجليزية مكتوب عليها human embryo، دي إن شاء الله تبين قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم معجزا في وصفه لليلة 42 التي يحدث يعني في هذه الليلة عملية التصوير وخلق السمع والبصر
والجلد والجلد واللحم العظام والجلد واللحم، كل هذه هذه هي الصورة. بارك الله فيكم. الصورة على اليمين قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين كده، دي 41 يوم، باين جدا فيها ان لم يحدث لسه الايه التصوير للإنسان، ولم يحدث يعني مبادئ السمع والبصر وغير ذلك من هذه العظمة الربانية التي تحدث عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم بإعجاز مطلق. شوف بقى الصورة اللي على اليسار تقريبا 44 يوم، باين جدا الفارق بينها وبين هذه الصورة. احنا لو جبنا صور لأجنة بعض الحيوانات زي الصورة اللي على اليمين دي، هتبص تلاقي زي في اليوم 41 هتلاقي الصورة تكاد تتطابق مع صورة هذا الجنين قبل عملية التصوير وخلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظام، وبعد كده الذكورة أم الأنوثة، لأن الملك يسأل رب العالمين أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. شوف وجه الإعجاز قد إيه. تحدث الحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك من قبل ما يبقى في أجهزة سونار تشوف جنين، ولا من قبل ما يبقى في مجاهر إلكترونية تصور جنين، ولا أي شيء. وهذا هو وجه الإعجاز ودقة الإعجاز، بل أن يعني القرآن أخبرنا يعني بهذه المراحل، مراحل النطفة والعلقة والمضغة، وبعد ذلك خلق العظام بعد المضغة، وبعدين كسو العظام باللحم في آيات صدر سورة المؤمنون. ومن جاء بهذا القرآن الكريم إلينا وإلى الدنيا أليس هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لو ما كانش هذا نبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش لما كان يتقدم العلم الحديث ونوصل لهذه الصور الواضحة الجلية مش كانت تصادم ما قد ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ما فيش غير احتمالين اتنين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما فيش غير احتمالين اتنين. احتمال فيهم ان يكون وحي من الله عز وجل وأنه نبي مرسل من قبل الله عز وجل، والاحتمال الآخر أنه يكون قد رأى ذلك بالإيه؟ بالأجهزة الإلكترونية والسونار والإندوسكوبس اللي هي أجهزة التنظير الجوفي. وطبعا هذا كله لم يعرف إلا في 150 سنة الأخيرة. فهذا هو وجه الإعجاز العلمي الذي حدثنا عنه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث مليء بأوجه الإعجاز الأخرى.